فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، يعني تظهر النجوم في ظلمة الليل، وهذا من الابتداع في الدين وخفاء السنة. أما المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس فهو من إظهار السنة ومن علو هذا الدين، فهذا يدل على أن التمسك بالسنة والعمل بها ظهور لهذا الدين، وأن ترك العمل بالسنة خفاء لهذا الدين ونقص فيه.